قريش لم ترضى بالإسلام. قريش كمن من جلبرو رك سبجت من سسنا إسلامي. فأخذوا يعذبوا من أسلم. وكيف من شكر الإسلام. وأخذ أهل الإسلام يلاقوا البلاء والتعذيب من كفار مكة. هاي نه رقى يمان يجها ترم نك بان دار بان جو إسلام من قد بان جب دار تطول كان فوي طن كام رقى كان فوي بان أمتي قريش. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم بالهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة. نبي صلى الله عليه وسلم كمان برا أي نال بان جو إسلام نبونا أي كوكار فلاكي لنو تكام إثيوبيا. ثم بعد هذا كانت الهجرة الثانية أيضا من مكة إلى الحبشة. إذا الهجرة إلى الحبشة هي هجرة أولى وهجرة ثانية. من طبعا نعم. نبي صلى الله عليه وسلم كمان برا أي كوكار فلاكي لنو يمين تيبي تكام حبشة ريكار إثيوبيا.